السلام عليكم مرة أخرى متابعي جريدة أشواق. اللحظة نتواجد بالمركز الرئيسي للتلقيح بعاصمة أشدوك. شكرا حلا ليكنا حورا المخزنين حتى نعاون ربي أتنشرك فوق بسرعاتنا. هنا بالقاعة المغطاة سنقول لكم بالصوت والصورة عمليات التلقيح الخاصة بالفئات المعنية والفئات المستهدفة، أي الأشخاص البالغين 75 سنة فما فوق. دكتور خالد الريفير مندوب الإقليمي لوزارة الصحة بإقليم شتوكة إتباها. مباشرة بعد ما اعطى صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم أمس انطلاقة رسمية لعملية التلقيح ضد كوفيد 19، بشرت المندوبية ابتداء من الأمس لفائدة 10 ديال الموظفين ديال الصحة، وابتداء من اليوم بالنسبة للساكنة اللي كتبلغ من السن 75 سنة فما فوق في كل من بيوغرا في القاعة المغطاة اللي حنا متواجدين فيها اليوم، وكذلك في المركز الصحي ديال سيدي بيبي والمركز الصحي ديال إتباها لتلقيح الموظفين ديال وزارة الصحة، موظفين ديال وزارة الداخلية، وكذلك وزارة التربية الوطنية، بالإضافة إلى الساكنة اللي السن ديالها كيتجاوز 75 سنة. هذه العملية دازت في ظروف مزيانة، ما كاين حتى شي إشكال، دازوا الناس بالسن ديالهم 75 سنة الحمد لله، وكان نادي والناس نشجعوهم يجيو يدقوا هذا اللقاح، راه مزيانه نرجعوا للحياه ديالنا الطبيعيه. الناس راه مضرورين بهذا كوفيد 19، خصنا يجيو ويلقحوا، راه ما خايفين حتى حاجه، راه كل شيء. هذا الشيء راه دازوا الناس كبر في السن اللي كنا خايفين منه، راه دازوا بخير وعلى خير. وحنا ساكنه مدينه بيوغرا كان نادي الناس كشباب، الناس المسنين في كل شيء يجيو يتشجعوا ويجيو لهاد العمليه يدوزوها بخير وعلى خير، راه ما كاين فيها حتى شي اشكال. راه من هنوم حتى حنا راه غنلقحوا كل شيء، راه غتجي نوبتنا راه غنلقحوا دابا، راه ما خايفين حتى حاجه. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.